قطع الخبز. حاضر عمي. شو ما في حدا غيرك بهالبيت؟ انتي حامل، روحي اقعدي وارتاحي. الياس، أنا عم قلك إنه رايحين أنا لمين عم أقول؟ أمي ماشي عم تقليلي إلي، بس أنا شو أعمل؟ شو بدي أعمل؟ حدا فيكن يعمل شي قصة؟ أنت أو أخوك المجنون أو قلب أصلان أفندي؟ لك شو أنتو منكن رجال؟ والله أنا مو هيك مربيتكم. ما عم يحكي يا أمي، ما حكى بنوب من أسبوع لهلأ، لا هو عم يفتح تمه بكلمة ولا حدا عم يحكي معه. هو قد بده يتسمى ما عاد يسكر تمه أبدا. شبه لك قال بده سجق هلأ، مرته وولاده مقررين إنه يتركوا البيت، هو هلأ عم يقطع سجق. خلص أمي، لك خلص، إذا بنحكي معه رح يذبحنا، خلص خليه ملتهي عنا هلأ. بس ش...
بعدين أمي صحي بدل هالحكي هاد، ليش ما رحتي وقلتي لها لمرت ابنك شقي هالوراق؟ فتحتي علينا هالمصيبة تبع الطلاق، وخضر كمان رح يوقع الوراق. إذا أخي مجنون إيه ووقع الوراق، بس أنت ليش ما قلتي لمرت ابنك بلا كل هالشي؟ يمكن أنا حماية ممنيحة. أنا اللي قلت خلي هالمرة ترتاح لكم يوم. أنا وبهالعمر رحت ترجيتها وقلت لها بوس إيدك خلاص، بس ما ردت علي. طيب الأولاد شو ما عاد بدهم يشوفوا لأخي؟ ما بدي أخوك يفكر بهالأسلوب، بعرف شو بده يصير. الياس روح وقل له لهالفهمان إذا أنت رح تخليها لمرت أخي تطلع، أمي رح تجي وتقعد عندي. قل له ما عاد بدها تشوف وشك بالمرة. لسه ما خلصتي ضب شنطايتك زينو؟ يلا قربت خلص. طيب عمر ضب شنطايته؟ مروة وجان عم بيساعدوه فيها. استني شوي زينو. نعم يا عمري. انتي أنا أخذت قرار كتير صعب. بس أنتو ما نكون مجبورين تكونوا معي بالقرار. شو يعني؟ نضل بالبيت ونتركك لحالك؟ مو مشكلة أمي، بتجوا لعندي ومنقعد سوا وأبوكي ما رح يقول لا. وأنا ما رح روح لبعيد. وين بتكوني؟ نحنا معك. طيب ليش عم تبكي يا زينو؟ رجاء أمي، يا ريت ما تطلبي من حدا أنه يجي. هلأ كيف رح يكون منظرنا ونحنا طالعين قدام الكل؟
زينو، أنا كنت حابة إنهم يضلوا يتذكرونا بالشغلات الحلوة. هدول عيلتنا، وكمان اللي بده يحكي شي ورانا يحكي قدامنا ومنحل كل الأمور. وقتها بيكون الوداع كتير سهل، ما هيك؟ يمكن اللي بتقولي هو المزبوط. حكيتي مع عمر مو؟ أنا قلت لعمر إذا رح تضل ساكت ما بتعاقب بس أبوك، بتكون عم تعاقبنا كلنا معه. والجواب؟ ما قال شي بنوب. يلا كملي أمي. يا ريت تحكي تحت وتقول قدام الكل انه انا ما بدي امي وابي ينفصلوا، ما بدي اترك هذا البيت وروح. وقتها بيتصالح وخلص وبيمشي الحال وبيخلص كل شيء. نحن رح نقعد ناكل بالمطبخ اختي. الواضح انه خالي ما بدي يسمع عمر شو بده يقول. لا لا مو مزبوط، مو معقول يتفقوا كلهم على هالشي. اكيد رح يتخانقوا على الطاولة. يعني معقولة يعملوها؟ عمر اسمعني، برأيي يقول تحت اللي بدك اياه عشان ما يصير خناقة. طيب مرت الريس وين بدها تروحي يا أولادها؟ أهلها تاركين لبيت وحتروح عليه أكيد. هذا اللي كانت فيه وهي صغيرة؟ هذا هو. غريبة والله، الريس ما زبط لهم مكان أحسن. الأخت مريم ما رضيت. ومن إمتى مرت أخوك صار اسمه الأخت؟ لا تقول حكي فاضي يا صار، أنا دايما بقول يا أختي يا مرت أخي دير بالك. حتى لو اتطلقوا بضل إلا مرت أخي. خلاص اسكت بقى، انت قلت لناصدي نفس الشي وانت ما قلت لبعد ما اجاها يونس لحتى قلت لها، لانه يونس بيقرب اولادي مروة وجان. اي طيب خلاص هلا بيسمعونا. الله الله، يعني ما كان ناقص لأمي غير هاي القصة. لطفية قالت لي ماما خيرية شربت دواء الضغط 3 مرات. يا الله، طبيعي تاخد هاد الحد؟ قديش صار عمرها؟ ما عادت تروح على ضيعتها لأنه صارت تخجل من الروح على هنيك. حياتها صارت صعبة. طيب انتو كمان فكروا بمريم لو شوي، رح ترجع معه ولدين ومطلقة للمنطقة يلي عاشت فيها بصغرها، وكل الناس رح يصيروا يسألوا شو بدها ترد عليهم وتقلهم شو تعمل بحالها. يعني شو بدها تقلهم؟ اطلقت من خضر شاكر بالي ورجعت لحتى اقعد ببيت اهلي. شو في عندها غير هيك؟ بعدين مين بيقدر يحكي كلمة؟ لطفية خدي الشاي برا. يلا. اي حاضر. الياس لا تاكل سجقنا، يبلى هالولدني هاي. ماشي اخي، انا ما رح اتصرف بولدني، بس انت ما انك حابب تتصرف بنضج؟ شو يعني الوضع يلي عايشينه بيصير؟ يعني
أنه مرت أخي تاخد الأولاد ويروحوا هيك ونحن نتفرج. لا. طيب إذا هذا الوضع ما بيصير لك أنا أتدخل أخي. هاي آخر مرة أنا بساوي السجق. خلاص ما عاد أتدخل بحدا. ليك عمي، ما حدا رضيان بهالوضع. يعني شو بيصير إذا بتقلها لمرت عمي قدام الكل برا أنا بحبك؟ لا تروحي من هون، ضلي. يا أخي لا تقلها خليكي بالبيت. خلص أنت قلها أنا بروح معك، بتريح الأولاد. أنتوا وقت الطلوع حتساووا هيك يعني؟ أنا كتير بحبك ولو سمحتي لا تتركيني. أنا ما فيني عيش بدونك ومثل هيك حركات. بلكي نسوانكم ما بتركوكم يعني. صحة وهنا. يسلم صهر. قلي يا مريم لأنه رح تحني. ما حدا رح يساوي لك فطور أحسن مني. وحياتك يا ريس، أنا بحياتي ما تعودت فيه أفطار. أنت عودتني وتقريبا كل عاداتي بسببك. حتى السيئة كمان ثروات؟ ما عندي عادات سيئة يا ريس. ما بقدر زعي المبجل، ازعي المشروب، فأنا بالأسبوع بشرب لي كاسة بقعدة العيلة المساء. يا ثروات، يعني لو ما طلعنا مع بعض من البيت كنت بلشت بالشرب من الصبح لأنك زعلان بلا لف ودوران. ليش أنت زعلان ثروات؟ مو بس ثروات زعلان، كلنا زعلانين. طلع على هالوجوه شو حلوة. ايه ممتاز، معناته لا تخلوا هالجمعة الحلوة تخلص بلا صورة. لازم نتصور وكل واحد في له نسخة بيعلقها على الحيط وبيقعد يفطر قدامها كل يوم بالعطلة. انت عن جد بلا مشاعر ابن خالتي. خليت المشاعر لغيري، انا مو تبع مشاعر. ايه عن جد صهر، صورنا صورة للذكرى. عراسي عود، انا ما بدي اتصور. مو حابة اتذكر هذا اليوم المشؤوم. اساسا صندوقي مليان بالصور اللي بتذكرني بأبشع أيام حياتي. أمي أنا ما طلبت هالصورة مشان تحطيها بالصندوق تبعك. أنا طلبتها لأنه ما حنجتمع مرة تانية على هيك طاولة. يعني ممكن أختي مريم ترجع تجمعنا على فطور بأيام السبت؟ لا تفكري ما خطر ببالي هالشي عايشين. على الأقل الولاد ما بيكونوا انحرموا هالجمعة بيوم العطلة. ايه وشو يعني؟
إذا رح نضل عم نجتمع مثل هلأ فأنا ماني شايف إنه في ضرورة لحتى حدا يترك البيت ويطلع. الجمعة تعوى على بيتي، والخميس منروح لعند الصوص، والأربعاء منروح لعند ثروت، والصهر دوره يوم الثلاثة، أما التنين منروح كلياتنا لعند قلب أصلان على المزرعة لأنه فينا نعمل مشاوي عنده ونغير جو. أنتو كيف عم تحكوا عن هالشغلات بهالأرياحية؟ أنا ما عم بقدر استوعب. أخي خضر إذا بتريد أحكي لك شي كلمة. عشان ناوليني صحن العسل، نزل السكر عندي. يلا تفضل. كلامك مزبوط بنتي. ستي خلص لا تحكي بهالطريقة. شوفي عمي قديش متوتر، هلأ بينفجر. كنت حابة إنه نقعد مع بعضنا لآخر مرة. لحد اليوم حاولت إني أكون زوجة منيحة لخضر، وبنت منيحة لحماتي، وللبقايا كنا منيحة، وأحياناً أخت. بعرف إنه كان عندي نواقص وأخطاء، وبتمنى تسامحوني. مسامحة روحي. الله يسامحك. أنا كمان إذا إلي حق عليكم سامحتكم. أكيد مرقت بأوقات كون مقهورة، بس بما أنه هلأ عم نتودع من قلبي بقلكن أني نسيت قهري وسامحتكن. قادرة تسامحي الكل؟ الكل؟ أكيد. مو معقول، قديشك حنونة. ما عم بفهم عليك بنوب. معناتها بتسامحي عمود هالبيت وبنتهي الموضوع. رح عيد، أنا مسامحة من قلبي كل حدا زعلني بهذا البيت. ليش كان في حدا طلب منك إنه تسامحي؟ ما كنت ناطرة حدا يطلب مني إني سامحه. وإنتي شو ناطرة منا يا مريم؟ خضر إنت ليش عم تحاول تنزعلنا مرأنا؟ ما في داعي حاول، بالأصل منزوع أساساً هذا الطبيعي. ليش في شي عم يصير معنا ما بينزع مرأنا؟ أبي شو اللي عم بيحاول يعمله يعني؟ زينب عادي، كرمال الله لا تطلعي وتتدخلي. الرجال ومرته عم يتخانقوا، انت لا تتدخلي. عادي بعرف انه ما حدا فينا رايق هلا، بس حبيت ناكل لقمة طيبة مع بعض ونكون مبسوطين لنتودع بهدوء. ليش كل شي بدك اياه لازم نعمله؟ ما بكفي طلبتي الطلاق؟ هو وصلتينا لهون، شو بدك أكتر؟ احكي يا خانم. هالشي ما كان طلبي أنا لحالي، مثل ما أنا وقعت عليه إنه
انت كمان وقعت؟ ايه وقعت، مثل ما بدي وقعك لبرات البيت هلا. إذا ما بتغلط بالحكي بيكون انفصالنا حلو. يا ريت تشرحي لي شو يعني انفصال حلو. ها كيف يكون الانفصال أكابري؟ يعني لما نحافظ على صورتنا الحلوة قدام عيلتنا وما حدا منا يحاول يهين التاني أو يزعجه بينقال عنه انفصال أكابري. هي لهلأ أنت أكابرية تمام. طيب وهلأ الكل يبلع اللقمة يلي بيحلقه، لأنه ما بدي اللي يقوله قدامكم يضل علقان بحلق حدا فيكم ابدا. قلنا لك الطلاق عنا مانو مسموح، عنتي. قلنا لك عنا ما حدا بيترك حدا، وعنتي. إذا حدا بيقرر يتخلى عني وأنا بعطيه الإذن بهالشي، بالنسبة إلي تأكدي إنه مات. من شوي هذا الميت طلب السماح من الكل، بس أنا مستحيل إني سامحه. وقل لك على شغلة ورح قلك بصراحة، أنا بدي أعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى نكد عليك عيشتك. خضر اسكتي. الميت ما بيحكي. الكل يسمعني، هاي الميتة بعد شوي رح تنقلع لبرا. يلي بيتذكرها أو بيحنلها أو بيحاول يشوفها مين ما كان يكون، بدي أقتله. عمر زينب تعو. وصلنا للأهم هلأ، كل واحد فينا رح يموت بيحب انه حبايبه يكونوا معه على طول، بس الانسان بيولد لحاله وبيموت لحاله. وانتي مثل ما اجيتي لحالك على هذا البيت بتطلعي لحالك. بابا نحن مع امي وين ما بتروح. انت ما دخلك، انا بقرر مع مين بدكم تعيشوا. وهلا بسرعه بتطلعوا على غرفكم، انتوا ما لكم طلعه برات هذا البيت بلا ما تاخذوا اذن مني واسمح لكم. بابا لو سمحت اطلبوا لها تاكسي. انا بقوم بوصل. قلت اطلبوا تاكسي. لطفية اطلبي لي تاكسي. حاضر مدام. خضر لو سمحتوا من بعد إذنك ولادي لازم يروحوا معي. طلبتي مني وقع الطلاق وأنا وافقت، لا هتطلبي شي بعد هلأ. أكيد ما عاد أطلب منك شي، لأني طلبت منك تكون حدا صادق معي وما كنت، لأني طلبت منك إنه ما تخربه لهذا البيت وما رديت. لأني طلبت منك تحمي هالعيلة وما قدرت، وهلأ عم أطلب منك تحب أولادك بس مرة وتخليهم يجوا يعيشوا معي كرمال بعدهم عن حياتك السودة اللي ما فيها أمان بنوب، وإنت كمان ما عم توافق. معقولة ارجع اطلب منك خضر؟ خضر
لا عاد توقف بوشي. Hasta fırtınanın öncesi suspus olmuş martılar da bu neyin habercisi bir türkü takildi da gitmedi geberesi bir türkü takildi da gitmedi geberesi gitmedi geberesi Yelkenumuz kaldı ne dümenumuz Ne yelkenumuz kaldı ne dümenumuz Kalanlarımız tamam da nerede gidenlerumuz Nerede gidenlerumuz Estağfirullah ahdi Kalanlarımız tamam da nerede gidenlerumuz, nerede gidenlerumuz? Deniz deniz kokar kız kokar da yakar sevdalarımız anaları ağlar da bilmez uşaklarımız
Kenumuz kaldı ne dümenumuz ne yelkenumuz kaldı ne dümenumuz kalanlarımız tamamdı nerede gidenlerumuz nerede gidenlerumuz kalanlarımız tamamdı nerede gidenlerumuz nerede gidenlerumuz kalanlarımız tamam da nerede gidenlerumuz nerede مثل ما أنا أسست هاي العيلة فيني هدى وقت اللي بدي واللي رح يخالف أوامري أو يلعب من ورا ظهري ويغافلني مين ما كان يكون رح أخرب له بيته والحكي للكل ممنوع حدا يتعاطى مع مريم ممنوع حدا يتواصل معها ويا ويلكن إذا بعرف إنه حدا منكن عمل هيك شي بلا علمي إذا بدرة إنه حدا منكن خالف أوامري وراح ليشوفها مثلا مثل ما قدرت طلقها لمريم بقدر روحه واتزوج ناصلي وبجيبها على هالبيت وما رح تكون مثل مريم الأخت الحنونة والطيبة وأم الأولاد كمان بس سيدة هذا البيت
الكل يحط عينه بعيني. سعوية مشان ما حدا يلومني. إذا تصرفت غلط بتكونوا انتوا اجبرتوني.